ملف الأمن الغذائي واحد من أهم الملفات اللي كانت بتمثل تحدي كبير جداً للدولة خلال السنوات التسع اللي فاتت، خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة وكمان التغيرات المناخية والتحديات الصحية. بس مصر قدرت أن هي تتجاوز كل ده وتحقق نجاح كبير في هذا المجال. خلينا نعرف أكتر عن التحديات والإنجازات اللي واجهت ملف الزراعة والأمن الغذائي من الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ. صباح الخير يا دكتور. اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذه منى. صباح الخير يا استاذ محمد. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك. لما نيجي نتكلم في البدايه، يعني تحديات كتير واجهت قطاع الزراعه خلال السنين الاخيره، نقدر نقول ان ازاي قدر يتغلب على التحديات دي؟ ولو نسرد بعضها. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اولا يعني شكرا جزيلا للفرصه ان نتكلم مع الناس، وكل عام وحضراتكم وكل المصريين بالف خير وسلام. امبارح كان الكلام واضح جدا بخصوص ملف الامن الغذائي، وطبعا في ظل الظروف والتحديات الموجوده على مستوى العالم، هذا الملف ملف الامن الغذائي اصبح جزء لا يتجزا من الامن القومي والاقليمي كمان للدول والكثير من التجمعات الاقتصاديه الكبيره. مصر الحمد لله رغم محدوديه الكبيره جدا، وده بسبب طبعا الموقع الجغرافي، محدوديه المياه في المقام الاول، مصر بلد جافه غير مطيره، طبعا المياه هي المحدد الاساسي للزياده في الرقعه الزراعيه، وبالتالي في محدوديه في الرقعه الزراعيه، وكمان لفترات طويله للاسف حصل تعديات وغيره في عشرات السنين مضت. ده كان اكبر تحدي قابل الدوله في الجمهوريه الجديده في خلال العشر سنوات الماضيه، وبالتالي كان امام الدوله انها لازم تنحت في الصخر، وبالظبط ده اللي حصل. وده كان مجمل الكلام حوالين ما يسمى بالتوسع الافقي، ان البلد نحتت في الصخر عشان تضيف رقعه زراعيه تجاوزت 1.7 او دخل على 2 مليون فدان. خلي بالك ان 2 مليون فدان في ظل هذه الظروف، ان الدول كلها بتفقد ملايين الافدنه والهكتارات بسبب الظروف والجفاف والتغيرات المناخيه وغيره، يعني يبقى في بلد في العالم اسمها مصر بتضيف مئات الالاف من الافدنه سنويا لرقعتها الزراعيه المحدوده. وبالتالي خلينا نتكلم كلام للناس عشان يفهموه، كلام بسيط بالورقه والقلم. أنا الحمد لله في مصر ما عنديش أزمات غذائية زي دول كتيرة، يعني في ما فيش ناس بتخش سوبر ماركتات أو تروح للأسواق وتلاقي في محصول اختفت، ما حصلش في مصر خلال السنوات اللي مضت، ومحدش سأل نفسه أبداً هو ده من إيه؟ يعني عدم اكتفاء أي سلعة، وطبعاً بعد فضل ربنا، لا، بسبب إن البلد دفعت مليارات المليارات في استصلاح أراضي، وفي إقامة بنية تحتية قوية، وفي توسع رأسي وزيادة إنتاجية الفدان على مدار التسع سنوات اللي مضت، وكأن اللي حصل ده ما حصلش في تاريخ مصر في الزراعة. يعني لو جينا نتكلم على محدودية الموارد الموجودة أرض ومية، لا، كان هيبقى في مشكلة كبيرة في ملف الأمن الغذائي، كان هيبقى مشكلة كبيرة جدا إن الناس هتنزل الأسواق في أي وقت حتى لو معاها فلوس، مش هتلاقي محاصيل أساسية على المائدة بتاعة الأسرة المصرية. لا، الحمد لله النتيجة كانت العكس تماما، وزي ما قلت حضرتك ما كانش مجانا، كانت الدولة ما فيش قدامها أي اختيار غير إنها تدفع هذه المليارات، مئات المليارات في الصحراء، يعني في الرملة، تدفع مئات المليارات في الرملة عشان تحولها للمناظر اللي الناس شافوها امبارح في عرض السيد رئيس الجمهورية، السيد وزير الزراعة أمام رئيس الجمهورية أمام مصر بحالها، شافوا الأراضي اللي كانت صحراء، صحراء من إمتى الأراضي دي؟ من آلاف السنين، وكانت فرص وعدت امام عشرات السنين مضت امام اعين الكل، محدش جاله جرأة ان يقترب منها ولا يقتحمها ولا يدفع كل هذه التكاليف. لا، لازم نقول كلمه حق، ولازم يكون عندنا انصاف ان الدوله دي عملت كتير جدا للحفاظ على هذا الملف، ملف الامن الغذائي، وده اللي خلى السلع متاحه للناس. طب هيبقى في سؤال يقول لك طب ما هو برضه الدنيا غاليه شويه بعض السلع، يعني قارن مع اي دوله متقدمه او ناميه هتلاقي ان ما زالت الاسعار في متناول الناس في مصر، حتى لو كانت الناس بيشتكوا نوعا ما من بعض السلع في فجوه او في نقص هنا او هناك، ولكن في المجمل العام لا، الحمد لله نقدر نقول ان ملف الامن الغذائي الدوله المصريه وكل المجهودات اللي تمت حافظت على هذا الملف قدر الامكان، وبذلت فيه مجهود كبير ودفعت تكاليف اكبر، لدرجه ان مشروعات الاستصلاح، الكلمه اللي سمعناها من السيد وزير الزراعه امبارح، تكافئ مشروعات خالده في ذاكره المصريين لسنوات كثيره مضت. وبالتالي لازم يكون عندنا انصاف في الحكم على مجهود دوله محدوديه في كل شيء، ورغم ذلك حافظت على هذا الملف المهم، وحافظت على غذاء الناس انه يكون متوفر للناس، وما زال في امكانيه وفي امكانيه جيوب الناس انها تتعامل مع هذه السلع بهذه الاسعار.
طيب دكتور، في ظل الموارد المحدودة اللي بتمتلكها مصر في هذا القطاع، إزاي قدرت التقنيات الزراعية الحديثة في إنها تزيد من مساحة الرقعة الزراعية؟ زي ما قلت لحضرتك بالظبط، أنا عندي أراضي زراعية موجودة في الصحراء مش قليلة، ولكن هو المحدد الأكبر هو المية. المية لو عندي مية، خلي بالك حضرتك أنا دولة جافة، يعني المطر اللي بينزل في مصر لا يتجاوز 100 مللي وعلى مناطق معينة وفي توقيتات محدودة جدا. وبالتالي في بلاد أقل منا في الأمن الغذائي وبينزل عليها 2000 مللي متر مطر في السنة، يعني 2000 طن 2000 يعني 2 طن على المتر المربع، 2 طن مية على المتر المربع. ما فيش مقارنة تماما ما بين الموارد المحدودة الموجودة بالذات المية وما بين الدول الثانية، رغم ان الحمد لله الملف الامن الغذائي زي ما قلت لحضرتك في مكان امن، ومش السنة دي، ان شاء الله العشر سنين اللي قدام كمان بسبب كل هذه الاجراءات. عظيم. في ظل كل هذه التحديات لكن قدرنا ان احنا نحقق هذه الطفرة في هذا المجال. الدكتور محمد فهيم مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، شكرا جزيلا يا فندم.